بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدي سناب آل شبوه الرسمي، نحييكم بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة تغطيتنا لحفل زواج الشيخ عبد الرحمن بن ظافر التوم، انتظرونا للتغطية. ارحبوا يا ضيوفنا بعد دما رفع الجناح، ارحبوا سلمك حضان اهل الوفا واهل الزعامة، ارحبوا ثم ارحبوا كان هاكما منا إلى يوم القيامة. استوى جوي وزان الجو من كل النواحي، وابتدع للسعادة نوره يغطي ظلامه، وانجبت من تفكري بكرة واضح شناحي، كانها وضح من أبلع مرفي شكل وقوامه. مرحبا بضيوف سنها مرضنا الذل لا رحم ابو جد الجبان، نعتزين القوم ما خاب فينا ظنها. ما قد لقيت الحب والعود حمامه.
عشاح ضرب النذر راس لا نتقدر وكرامة ضيف نادر بسهتك دايره كما لبس الوشاح عقب اللي ما حشام ضيفه ولا قدر مقامه ضيفنا يلقى أمامه كل مطعم مباح من سوى ما قد لقيت الحب والعودة أمامه فارحبوا يا ضيوفنا بعداد الخيول عنها والسيوف سنها ما رضنا الذل لا رحم ابو جد الجبان لا اعتزنا القوم ما خاب فينا ظنها انت بجه من سوى حال عمان اليوم عن السياده قسم نوفال بدايه ولها اقحطان للقبائل تفرع منها توك مال مني فبنشال من مذكر ونعم مشاركة ما عليكم زود مشاركة ومباركة والزواج زواجنا والمحل محلنا والأخونا واللي عندنا لكم واللي عندكم لنا اليوم ودو أو سلامتكم وطولة عباس عليكم السلام ورحمة الله بالخير يا مرحبا وسهلا مبروك يا أبو ظاهر ما صرت فيك الله يبارك فيك أنا معودي يا أبو ظاهر كان هواي تستاهلها كان شوي جمدها نحب هالبنا بين مرحبا والله بس يعتذر من خلاف المعجيم في المدينة ويعتذر من خلاف عادي سلامتكم بقى سهلا مرحبوا ثم مرحبوا ثم مرحبوا سلامتكم شكرا يا رجال شكرا الله بالخير جميع مرحبا يا كبت وجميع القبائل اللي معكم الله يبقيك يا ابو فهد عليكم يا ابو بدر انتو وما في تو أنا ويا عوالم سالمين ومباركين كاركين والله يوفقنا وياكم الحظ الطيب والذرية الصالحة هذه علومنا سلامتكم أرحبوا ثم أرحبوا ما أنا شيء إلا إن كان واجف تستاهلون وشوف جيد هي الواجف وسلامتكم على كتبك
ومشت السيف ومشت البدر ومشت الطرف يجعله يسلم ومشت الهامل ومشت العسار وزايد اعباد اخواني كبار يعتذرون في الوصول عندنا شان مثل الشان ذا زايد اعباد ارح ورح والله لا يهين والله يبيض وجيهكم مدتكم ماضيه وصفكم ماضي وانتم واقفين ولا يغتر منكم الطيب ورح والله يحييكم ورح 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 واخواني اللي معي وهم اطرق مني عن الكلام وعليهم الفعل ومعهم رجال غايبين اسماهم موجوده حماد بن محمد بن مرزوق واخوه مع الربع ومعيض بن محمد بن كلثم بن عوض والله اني يقول اعتذر لي من ابو بدر العذر الشديد لظروف امسكتها في المنطقه الجنوبيه وانتم يا اخوان اغلاق شيخ وقبيل وشيوخنا وجاب المناسب هالغالية زواجك يا ابو بدر جعلها الف مبروك وحي والله ذا العين قلعت جزع وناس عندنا فنس رجال وكم من كذالها تلف رجال مقدم ومؤخر مثل النين تبت قبل شمالها وتلف رجال مثل الجبال شوامخ في هدره وفي هزم معالها يوم ظهرت من بني عمك يوم ظهرت من بني عمك خيات السمره صبيانا شبوة فرحت صبيانا العاطف ونعم عواطف انت انقل المندق مع السلة ومشوك يده مثل الشاهدي فالله يجعلكم موفقين ومباركين والله يسعد الجميع ومعنا عالية ومعين الله 3000 انها واجدة بتستاهلها يا ابو بدر وما يسمعون هذول اللي يبون فيكملها تلبية الدعوة وزايدها سلامة ارح ورح ويا ابو عائل بردت كافي اللي ابو بدر يجي على يسرهم انتم مدتكم وافية وانتم اهل الشان يا ابو عائل وانتم اهل المقام وانتم اهل مضيفتنا في دعك ومدتكم وافية وانتم وافين ولا هي الغير بتمنكم جعل شبانكم في الجنة وقف 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 حنا طالع اطرق جايين اني بنطرقكم ذا الصوت صدقت حنا خلشان ومقام وبعضنا ظاهرين من عندكم ذا الحين معنا من عصر الله يطول عماركم تسلموا كما لبس الوشاحي عند البلي محشا ضيفة ولا قدر مقامه ضيفنا يلقى عمامه كل مطعم النباحي من سوى ما قد لقيته الحب والعودة أمامه فارحبوا يا ضيوفنا بعداد مرض في الجنة ثم ارحبوا
مشاركين ومباركين معنا عطا ما نقول وايد نقول شوي
لكن رؤوسنا لكم واللي عندنا لكم اللي جابهم لكم واللي ورانا لكم وسلامتكم. سلامتكم مرحبا وسلام محمد الله يحييكم انتم الضيفه وانتم اهل المكان وانتم المرحبين ومرحبا والله وما سلم الله يحييكم. السلام وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. شلونكم يا رجال؟ كله حاله. مبروك ما مشيتوا فيه. الله يوفق يا ابو بدر يرزق الذريه الصالحه. كان بيت الصيب والنصيب والحظ اللي ما يخيب. جاني اداعيكم يا اخواننا ولا جانا عذر في الوصول. جوكم ورابكم اخوانكم الجاهل اللي تشوفون وجيههم. جايينكم بمساعد في زواج يا ابو بدر. رمز عطا. والله يهب جهدنا ولا يهب قدركم. ولكن مساهمتي معكم في زواجكم ونقول الله يبني بيتك يوفقكم لكل خير تمنيكم كل شر. هذا ما جابنا وسلامتكم جميعا. الله يحييكم تحيه المطر. حسوب عليكم على رؤوسكم قبل فلوس واتونا وحنايكم ومرحبا ومسهلا تفضلوا ابو علي نهدا. السلام عليكم. سلموا على الشيخ والسلام نظر. السلام نظر. السلام نظر. يا سلام يا رضا للعبا للحرين وابعد اللي في الملاقى تبين افكاره فرحنا بكم عزيت له وحطه يبلغ والله يفضي وهم اللي يشتراها. يا سلام يا رضا للعبا للحرين وابعد اللي في الملاقى سلمتكم. سلمتكم. الله يحييكم يا ابو شيت من جديد.
الله يبارك فيك. 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 الله يحييك. ورح 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 ورح. جاتنا دعوة كريمة من الشيخ عبد الرحمن بن ظافر التوم لزواجه وبرعاية رسمية من الأمير عبد الرحمن بن عبد الهادي التوم، ونقول فاتحة خير للمعددين اعتبارهم من الليلة. ومعنا رمز عطا انه واجب تستاهل يا ابو بدر، وانه شوي في عززه همزارق الطيب بيننا. وعقاب مرحبا يا ابو الشيخ، مرحبا مترحيب المطر. الله يحييك. يا الله يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. الله يمسيك بالنور. احسن الشايب وولده جايين مشاركين ومباركين ومعنا عطا والمعطي. الله كان هواك تستاهلونه، كان شوي يسمنوه المحبة اللي بيننا والخوة والاخوان. انتم اخوان سلامتكم. الشيخ على ثوبك. لا انت راس المال. السلامة على بركة ما صرتوا فيه. جاتنا دعوة غالية من غلا، وجيناكم مشاركين ومباركين، معنا معونة وزايدها طيب، وانتم منبع الطيب وسلامتكم. الله يحييك معداد السيل. وقلت كان يعتمد عند الزاد وعنده ضيفان وعلم في شان مثل ذا الشام في الجنوب. يا لو ما يشوفوا شام. الله يبقيك. وانتو الغلاء وانتو الجبر وانتو المحزن وانتو النوف عنا لكم.
مرحبا الله يحييكم تحيه مرحبا الله يحييكم 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 مرحبا الله بالخير مرحبا الله يحييكم 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 مرحبا الله اللهم يا باب عفيف جاني داعيك ابو بدر داعيك غالي العبد الله يرفع قدرك وجينا للمشاركه والمباركه ونقول الله يجعلها ان شاء الله بيت الصيف والنصيف والحظ اللي ما يخيب يا باب عفيف مرحبا ومسهى مرحبا ومسهى الله يحييك من يوم مشيت لنجيت كلمته اليوم يا ابو ثامر اللي هو بالحصى والله انا ماشي بالحصى والله والله ما هو بعجل رجله دائما انا عندي كبر عند الرياض محمد بن حمدان الله يستاهل ارحبوا وارحبوا هذه التوب والشيخ يحييكم ويثمن اخطائكم وجيتكم هي العطاء وهي القبول كله مرحبا ومسهلا الناس الشهراني واخويا نعم ونعم الشهران العريضه ونعم به اخويا ارحبوا مرحبا الله بالخير كيف الحال الله يبقيكم الله يمسيكم بالخير دايت رب بدر في زواجك والله يبني بيتك ويجعل بيت الصيف والنصيب
حضرنا سابق من قراني معنا عطاء والمعطي الله 6000 ريال إن كان كثير تستاهلوه وإن كان قليل تكمل المحبة والمعزة اللي بيننا وسلامتكم. مرحبا والله وما سهلا مرحبا وما سهلا ميوم مشيت ولا نجيت والله يحييكم تحيه الله يحييكم. اللهم مشهم بالخير خير العالم بالخير يا ربع طيبين شكرا عبد الرحمن عاد حنان Oh!
نقول مرحبا ومسهلا باللي حضر من بعيد ومن قريب، والله يحييكم تحايا المطر. يا الله يلي تعلم السر والخافي، عالم جهر الاوادم وخافيها، من طلب فزعتك ما عنده اخلافي، انت خلق الاوادم ومفنيها. من بعد ذكرك نويت اظهر الخافي، بس خرج ذا للقوافي وانقيها، وفي زواج ابو بدر ببدع القافي، اتخير مفردتها واغنيها، وبحضور الشيخ خيال الاطرافي، شيخنا اللي سيرته نفتخر فيها، ابو ثامر شيخنا درعنا الضافي، كل عطن بالمراجل رقى فيها، ولو اردت الا على الملهن الصافي، واتخير كل جزله وصفيها، لجل تعجب كل ناقد وعرافي، وتعجب اللي مصغي اللي ويوحيها. في القصيدة انواع واشكال واصنافي، وانطلبها مطلق ان نعتني فيها، يوم جتني دعوة الطيب الوافي، ويش ادري من رفيقي ما لبيها، خصت لصار مطلق وكفو وسنافي، ومن بني عم تغليني وانا اغليها، فلا بدا لازم رفيقي فانا بافي، الحقوق اللي علي بوفي، الحقوق اللي علي ابوفيها، والسلام اعداد من حج والطافي، وعد من زار مكة واستعافيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأنهم علموني قبل شوي، ولكن أقول تزاحمت شرد الأفكار وعذبها، وفي داعي الشيخ بصخر قوافيها، كانها كتايب اليمن جيت أرتبها تشوش، رسل مطنخ يوم توحيها، دعوة ولد هادي ابن التومة وجبها، شيخ اللي كبرة الوقفات يحميها، شيخ الشمل شيخته والله ما جاكبها، بالمال ولا وساطات ريجازيها، شيخة شداد ووساط العود قام بها، شيخة شمل حاضر الدنيا وماضيها، اي والله انك يا ابو ثامر تريقبها، يا شيخنا اللي فعولك نفتخر فيها، تجمل الله بهالالحان واجبها باسم شب واحزامي يا ما اسميها، تجمل الله بهالالحان واجبها بسم شب وحزامي يوم اسميها، ربعي كبار المدايح دام تكسبها، واللي اعتزوره ما تجهل عزاويها، حدودنا دونها الارواح نجلبها، تحرم على الطامع اللي اجاك يبغيها، وجمع الشب وحرار مالك اللبها، دقلاتهم تمن البل في مفاليها، خيالة السمرة العزوة ومكسبها، يحيها عزوة ويحي طريها، أمجادنا والله أنه ما يناسبها إلا شموخ وفخر عن بكر تبيها، شبويت في الحرايم من يحاربها، وليزم القوم لا طافي على بيها، فعولنا صفحة التاريخ كاتبها، تتعب كبار الخلائق ما تجاريها. وسلامتكم بركاته. مساكم الله بالخير جميع، باسم الشيخ أبو ثامر وباسم خواري آل التوم نرحب بالضيوف الكرام، ارحبوا ثم ارحبوا، والمناسبة هذه غالية، وابو بدر ناسب غالين، ناسب ربعنا فيهم الامجاد، ولا نقدر نوفيهم بأبيات الشعر، يكفي فعلهم، وهذه مشاركة بسيطة، اي والله يستاهلون، مشاركة عندما مثلت الوطن في البعثة التعليمية في مملكة البحرين، وقصيدة فخر في الوطن وفخر في القبيلة وفخر في حكامنا وفخر في شيخ القبيلة، صلوا على النبي. بسم الله الرحمن وليا قطفنا، ما نقطف إلا كل ما لاق للعين، مثايلا فيها من الطيب فنا، يطرب لها سمع الرجال الميامين، وبعون رب الكون سريا قلمنا، واكتب على بيض الصحايف عناوين مضمونها، ما عبرت ذاكرتنا فيما يكن خاطري لأربع سنين، نحمل رسالة من رسائل ملكنا في خدمة الأوطان والعلم والدين، خير التجارب سجلت في شرفنا،
في المعرفة الناس روح وبراهين، وفي ساحة الأمجاد رفرف علمنا، ومن فضل ربي للعقيدة موالين. من بعد صدري من الود غذا أملنا، في كل شيخ يقتدي بأحمر العين، واختامها في ما يخطه قلمنا. صلاة ربي عدنا بتلبساتين على النبي اللي بعفوه شمال. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي سناب آل شبوه الرسمي، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الآن لقاءنا مع شيخ قبائل آل شبوه الشيخ عبد الرحمن بن هادي التوم، وكلمته في هذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. الكلمة في هذه الليلة، يعجز اللسان عن فرحة هذه الليلة، زواج أخوي عبد الرحمن بن ظافر نعتبره مكسب لنا ذا الليل كلنا، وأبو بدر غالي عندنا وعند شبوه وعند الرجال اللي فيهم خير ومحسوب حسابه، والحمد لله رب العالمين. يوم تزوج أبو بدر أبطى وتزوج عن زمان سبع عند صبيان بن عاطف، وهذه والله عندي من أسعد الليالي أنا شخصيا، وعند اللي فيه خير. ونقول أبو بدر مثل ما قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم في خير، الله يجعله دخول خير إن شاء الله، وإن شاء الله أنها دخول خير. أخوي محمد الله يرضى عليك، الحقيقة نحن مقصرين عندكم سناب آل شبوه، حكم علينا والله أنه كبير، ونعتبر أنه غاصب، ونعتبر أن حنا مقصرين، ولكن سالفة راعى العوض اللي قلنا سلموا نعوضكم. أنا شخصيا أزهم الله سبحانه وتعالى، ثم أزهم شبوه في سنابهم وفي إخوانهم وفي عيالهم اللي خدمونهم في مناسباتهم، إنهم يضعونهم في موضعتهم الصحيح، خادمينهم وتسافينهم وقايمين بجميع ما هو مطلوب منهم. شرهة على الرجال يخلي سناب شبوه وروح يأخذ لها سناب ثاني، مع أن السنابات كلها عندنا غالية ولها مكانتها ولها قدرها، ولكن لقابون أولى بالمعروف. حنا نعول على ربعنا أنهم يدعمون سنابهم ويقومون معه في شيء يخدمهم ومصلحتهم، مصلحة الجميع، ما هو لحد دون أحد. ما يعذر الرجال في شيء ينفعه ويخدم قبيلته، ما يعذره معذر أبد مرة. هذا والله يحفظك ولا يهيكم ويثمن أخطاك ويجزاكم عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الليلة المباركة احفاد الأخ عبد الرحمن المضافر، الله يبارك له ويوفقه الحظ الطيب في الزواج وابن بيته، وانتم يا سناب شبوه من الاشربه الجيده لخادمتنا القبيله وقبيلتكم وغير حطانهم كلها، والله يكثر من جنسكم ويبارك وجيهكم في جهودكم المشكوره والمذكوره، شكرا لكم. اسال الله رب العرش العظيم في هذا الليل ان يبارك لابو بدر زواجه ان شاء الله، ونتمنى له التوفيق. والحقيقه شيء يثلج الصدر الحضور هذا، فلو يستغرب على ابو بدر الحضور، رجل كريم ومن أسرة كريمة ومن بيت مشيخة، وأسأل الله التوفيق. عيد بن شنان القرني نسيبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نمسي عليكم يا سناب شباب الخير وعلى الحضور، وأمبارك لكم على هذا الحفل المشرف حضور شيخكم عبد الرحمن الثوم، الرجل الذي خدم قبيلته كل العلوم الطيبة، وانتم يا صبيان آل شبوه أهل مواقف مشرفة وعلوم طيبة، فنهنيكم على هذا الحفل وعلى هذا الحضور. ثم الشيخ عبد الرحمن ابن ظافر التوم، نقول بيض الله وجهك يا عبد الرحمن. بسم الله، معكم حمد بن فهد بن جحنون. جاتنا دعوة مباركة من الشيخ عبد الرحمن بن ظافر التوم لزواجه، وبرعاية رسمية من الأمير عبد الرحمن بن هادي التوم، فنقول لهم اللهم بارك لهما وعليهما واجمع بينهما في خير. والشيخ عبد الرحمن بن ظافر فتح الباب على مصراعيه للمعددين، فبارك الله له وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين.
في هذه الليلة المباركة تلقينا دعوة كريمة من الشيخ عبد الرحمن بن ظافر التوم بمناسبة زواجه، فنقول لهما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما خير. الحقيقة كانت ليلة ممتعة، ليلة ممتازة، اجتماع المشايخ والأعيان من الجماعة والأصدقاء والأحبة. فنتمنى للشيخ عبد الرحمن التوفيق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز ولاة الأمر وأن يديم الأمن والاستقرار. وأشكركم يا أسناب الشبوة شكر خاص على تغطياتكم لجميع المناسبات التي تخص القبيلة، وشكر خاص لك يا أخ محمد، أنت أبو ظافر دائم مميز وموفق، أسأل الله التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بن هيف بن جليغم، نقول أبو بدر بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، والله يكثر خيركم على ذا المقام الجزل، وشكرا لسناب آل شبوة على التغطية. بسم الله الرحمن الرحيم، نبارك لفارس هذه الليلة الخال الشيخ عبد الرحمن بن ظافر التوم، ونقول له ألف ألف مبروك، ونتمنى له إن شاء الله التوفيق والحياة السعيدة بإذن الله. أخوكم هيف بن ماجد بن جليل. الله يمسك برضا والعافية ويوفقنا ويا أبو بدر ومقامها الطيب وهذا الحضور الزين، ويستاهل والله يرزقه بالذرية الصالحة. وأنتم يا سنابة شبوة والله كفو، والله أنكم موافين وتوفون الأم الطيبة كلها، ومتغطون جميع الحفلات وجميع اللي خصها شبوة واللي غلا شبوة، والله يبيض وجيكم يا أخواني على فعلكم الطيب، ولا أبغى يبت منكم العلم الغانم. هذه سلامتكم وعفاكم. صيب بن داسة بن عامر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة حضرنا في مناسبة الشيخ عبد الرحمن بن ظافر التوم أبو بدر بمناسبة زواجه عند ضورة العاطف، أبو بدر كفو وناسب له كفو ويستاهلون كلهم. ونقول لك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لهم وبارك عليهم وجمع بينهم بخير. الحقيقة الحضور ذا الليل يدل على العلوم الغانمة اللي يقدمونها إخواننا وبني عمنا ومشايخنا للتوم عند الرجال وسموة سبيره، والله يبيض وجيهم ويطول عمارهم، ولا جنوا اليوم إلا في عيولهم الطيبة، ولا غرابة في الشيء هذا عند آل التوم خاصة عند شبوة عامة، وجعل ربي يطول عمارهم ويبيض وجيههم، ونشكرهم على ذا الاستقبال الطيب. حنا نعتبر أنفسنا حنا مضيفة في ذا المكان مع مضيفان، ونشكر سناب آل شبوة الله يبيض وجيهكم يطول عمركم على التغطية وعلى اللوم الغانمة، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أبارك للعريس الشيخ عبد الرحمن بن ظافر التوم، أقول الله يبارك له ويوفقه، وكذلك أشكر حضور شيخ القبيلة الشيخ عبد الرحمن بن هادي التوم على تواجده مع أخوانه ومع قبيلته، جعله والله حيا والله عوايد ما هي بجدايد. الشيء الثاني نشكرهم على المقام اللي يرفع الرأس، وكذلك أشكر سناب أشبوه على ما يقوم به من تغطيات ترفع الرأس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، معاكم فهد بن سعيد بن فهد بن جفران المسعود القحطاني. أقول لعريس هذه الليلة: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، وأسأل الله جل وعلا أن يرزق الذرية الصالحة المصلحة. حسنا
الخير مرحبا بس مال الشعب ومزب انت الخير Thank you.
ارصاف الخيول نعنها والسيوف نسنها مارض نذل لا رحم ابو جد الجبان لا اعتزين القوم ما خاب في نظنها